أسعد الله مساءكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم في عين على فلسطين. واليوم الحلقة 41، وسنتحدث عن الباحث والمؤرخ والسياسي الفلسطيني محمد روحي الخالدي، باحث ومؤرخ فلسطيني وسياسي يعد رائد البحث التاريخي الحديث في فلسطين في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، وهو من أوائل من رصدوا أحوال العالم الإسلامي في تلك الحقبة وتنبهوا إلى بوادر الأطماع الصهيونية في الأراضي العربية. ولد محمد روحي الخالدي سنة 1864 في محلة باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس، وهي محلة العائلة منذ القدم الملاصقة للحرم الشريف، وباب السلسلة أحد أبواب الحرم. وكان والده قاضيا وعضوا بالمجلس العمومي في بيروت. تلقى تعليمه الأساسي في القدس، ثم تابع دراسته متنقلا بين لبنان وتركيا حتى استقر به الحال في الأستانة، حيث التحق بالمكتب الملكي السلطاني ليدرس الإدارة والعلوم السياسية عام 1887. وبعد تخرجه عام 1893 عاد الخالدي إلى القدس واشتغل بالتدريس، إلا أن رغبته العارمة في مواصلة التعلم حدت به إلى السفر من جديد إلى تركيا الإسلامية، إلى تركيا ومن ثم إلى باريس، حيث التحق بجامعة السوربون لدراسة فلسفة العلوم الإسلامية والآداب الشرقية. كان الخالدي يتقن اللغتين الثلاث لغات العربية والتركية والعبرية، وجمع إليهم الفرنسية، وقد شارك في مؤتمر المستشرقين الذي عقد في باريس عام 1897، وفي 1898 عين قنصلا عاما في مدينة بوردو الفرنسية وتوابعها. زود الخالدي مجلة الهلال في القاهرة بمقالاته المعرفية والتحليلية التي تناولت موضوعات تاريخية وسياسية ومقارنات أدبية، وكان يوقعها باسم المقدسي بسبب طبيعة عمله الدبلوماسي التي كانت تحول بينه وبين الإفصاح عن اسمه، وظل كذلك حتى إعلان الدستور عام 1908 إثر الانقلاب الدستوري الذي شارك فيه بفاعلية كعضو مؤسس بجمعية الاتحاد والترقي التي قادت الدعوة للانقلاب على الحكومة العثمانية المستبدة آنذاك. لاحقا عاد الخالدي إلى القدس وانتخب نائبا عن المدينة في مجلس النواب العثماني، مجلس المبعوثان، وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 1912 نائبا لرئيس المجلس. لفظ محمد روحي الخالدي أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بالتيفويد يوم 6 آب 1913 ودفن بمدينة الأستانة، مخلفا وراءه عددا من المؤلفات والمخطوطات التاريخية، من أبرزها أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة والكيمياء عند العرب، إلى جانب عدد من المقالات تم تجميع بعضها، كما في كتاب تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هيوغو. رحم الله المؤرخ الفلسطيني محمد روحي الخالدي وأسكنه فسيح جناته، وشكرا.